قال هذا المطر اللي راح يجمع يصير بعثي. أنا ما سامع مطر بعثي. لا لا. ولا سامع. صدق ولا بعثية. صدق ولا. هاي العقلية. استاذ كاظم. هاي نكتة لو صدق. صدق والله جاي أقول لك أنا مو واحد سولف لي إياها. وين الخطط؟ أنا سولف لك سالفة. طبعا هاي بها نوعا من المزحة نوعا من أحد الأخوان في محافظة واسط من أفضل مزارعين محافظة واسط إجاني قال لي يا بكاظم الصيادي هذا المطر النازل من الجبال من إيران من بلد روز لحد ما توصل على الغربي هذا رد أسوي أنا حصاد الأمطار وأزرع كل هاي الجزيرة بأسلوب تنقيط بأسلوب رش مو حنطة وشعير حتى لا يستهلك مياه لا الخضروات والفواكه والأمور حتى أتذكر بوقتها قال لوز وكذا وهالأمور هاي جبته وجيت المجلس النواب واخذت الغير اماكن قالوا والله كاظم مشروع من افضل المشاريع وصاحب استراتيجيه وراح ينطي يعني محافظات الجنوب مع هاي المحافظات اول شيء لاكو فيضانات وسووا هو عباره عن مستنقعات يعني بحيرات اصطناعيه يا بخوش مشروع اي خوش مشروع قال بس كاظم هذا الرجل متهم بولاء بالنظام السابق يعني بعثي وهذا الـ الامور اللي راح تطلع من عندها للدعم الارهاب والبعثيين قلت له شنو يعني قال هذا المطر اللي راح يجمع يصير بعثي انا ما سامع مطر بعثي لا لا ولا سامع صدق ولا بعثيه صدق ولا هاي العقليه استاذ كاظم هاي نكته لو صدق صدق والله جاي اقول لك انا مو واحد سولف لي اياها جاي اني الرجل انا جبته ومشروع من ارقى المشاريع لحصاد الامطار ما قبلوا بعض الاخوان يا بليش يا بها صدق تحكي انت قلت له هاي عقليه تقود بلد هاي عقليه من الممكن يعني انت اليوم عندك فائض من المياه يا اخي اليوم الدوله هسه احنا عندنا كم مزرعه بالعراق من افضل المزارع عندك الدجيلي وعندك دلمج وعندك مزرعه السيد عزال بالكوت وعندنا المزرعه هاي العربيه اللي موجوده بالصويره اخي بعد الحنطه والشعير انطيها حصص مائيه مع مزرعه الناي اللي موجوده بدياله مع بعض المزارع هاي النموذجيه اخي انطيها اموال واخذ من عندها من المنتج 10% من اللي راح تبيعها للسوق خلي تزرع المواد الضرورية للحياة